مشادة بين الحارس الجزائري أوكيدجا ولاعبي باريس سان جيرمان نيمار ومبابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم. بعد تسجيل باريس سان جيرمان الهدف الثاني في شباك ميدز عن طريق المغربي أشرف حكيمي، قام مبابي باستفزاز الحارس ألكسندر أوكيدجا الذي ذهب وراءه، ومبابي هارب قبل أن يدفع نيمار أوكيدجا على الأرض. بعد تلقي نادي ميدز للهدف الثاني في آخر الدقائق، حدثت مناوشات بين أوكيدجا الحارس الجزائري وبعض لاعبي باريس سان جيرمان بعد أن قام كيليان إمبابي باستفزاز الحارس الجزائري. ولكن واضح جدا العصبية اللي كانت موجودة على الجزائري أوكيدجا بعد الفوز القاتل لنادي باريس سان جيرمان في الوقت بدل الضائع عن طريق المغربي أشرف حكيمي المتميز الذي استطاع إحراز هدفين اليوم وضمن الثلاث نقاط وتصدر الدوري الفرنسي لصالح باريس سان جيرمان في غياب ليونيل ميسي. قولوا لنا رأيكم في لقطة الحارس الجزائري أوكيدجا، واعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.